موفد دلال هاي تينا لك كمان وانا بدوري بدي اعيد كل الامات وخاصه امي بقى ان شاء الله هيك بالصحه على طول يا رب لانه اليوم هيك هذا عيد حلو كثير مشان هيك حبيت انه اليوم اشتغل بس بالحلو اكيد معنا كثير صايمين عن الحلو بس حبينا اليوم نشتغل بالتارت بعرف انه يلي عم يحضرنا هلا لنا حلقتين عم نشتغل بعجينه التارت بس هيك ثاقبت لانه بعرف انه اكثر شيء العالم بتحبها هي التارت المالحه والحلوه. شو هي وصفتنا لليوم؟ اليوم عاملين اون تارت او شوكولا يعني هي وصفه حلوه بدنا نشتغل بالكريم او سيترون مع النعناع وبدنا كمان نحشيهم الكينوا يلي بدنا نضيف له الفريز الكرامبري العسل عصير الحامض يعني هيك هن وصفتين حلو. طيبين هلا قبل ما نبلش هيك وصفتنا خلينا نحكي سريعا على عجينه التارت يلي كل مره عم ندوي عليها ونقول كثير مهضوم القياس ايه هول مهضومين هيك الديبوشي بدي اقول انه سيدي تارتولات سكري هيدي عجينه حلوه ما فينا نشتغلها مالح ابدا اليوم عم نحكي على كوبين من الطحين نص كوب من سكر البودره بيضه كامله 200 جرام من الزبده رشه من الفاني كل هول المقادير بدنا نمزجهم سوا بدنا ندعكهم بدنا نوضعهم على جنب اون تمبيراتور امبيونت بدنا نغطيهم بفوطه المطبخ بدنا نرجع نمدهم بقالب التارت هون فينا نشتغلها كبيره مثل ما فينا نشتغلهم هيك صغار مثل ما عم بتشوفي بدنا نخبزهم خبزه كامله لمده 12 ل 14 دقيقه بدنا نرجع نحشيهم هيدي من يومين الوصفه اليوم نسينا نقول انه ضفنا لها شوي من الكاكاو يعني بدنا نضيف ملعقه بدنا نشيل ملعقه كبيره من الطحين لنستبدلها بملعقه كبيره من الكاكاو بس يلي ما بحب الكاكاو فينا نشتغلها عادي هلا شو هي وصفتنا لليوم خلينا نعطي المقادير اليوم عم نعمل الكريم او سيترون يعني اذا بدك شوي على كاستر عصير الحامض بس اللي ما بحب الحامض في يستبدل اكيد بالبرتقال لكن اليوم عم نحكي على نص كوب من الزبده ما بتمشي بلا زبده ما بتمشي لا متصارفين شيء طيب طيب مش هيك ما فينا صح شو هن المقادير عم نحكي على نص كوب من الزبده نص كوب من السكر عم نحكي على كوب من عصير الحامض 2 من صفار البيض 2 من صفار البيض بيضه كامله برش حامضه وإذا بدك نص كوب من النعناع حلو. شو هي وصفتنا؟ نعناع أخضر صح اليوم ما حبينا نشتغل بالكريم أو سيترون يعني بالكريمة تبع الحامض مع النعناع يعني مثل ما هون عم بيشوفوا اليوم جبنا نص كوب من النعناع الأخضر يلي قطعناه صغير يلي بدنا ننقعه بشوية من عصير حامض سو هون بننقع بنفس الحامض اللي رح نستعمله بنفس الحامض يلي حنشتغل سو فينا قبل بوقت هول نحضرهم فينا ننقعه قبل بنص ساعة بيعطي أطيب بس اليوم هيك تنفرجي المشاهدين هون بدي أقول هيدي وصفة يعني أنا اليوم وقفت بين النعنع أو الحبق يلي كمان بيطلع طيب كثير لكن مثل ما عم نشوف لكن زبدة سكر صفار بيض وبيض كامل صح. فيه وبرش حامض وعصير حامض مع هيدي فينا نشتغلها بالتارت مثل ما هلا نحن عم نشتغلها فينا نوضعها دون دي فيرين نبرش فيها نبرش عليها برش حامض نضيف لها شويه من اللونغ دوشا هيك بالطريقه البسكويت او من البسكويت يمكن المطحون صح لكن مثل ما هون عم نشوف ضفنا كثير مهم الزبده ما تحترق ابدا يعني اول ما تبلش تدوب الزبده هلا بدنا نضيف السكر مع البيض وبدنا ننقع النعنع الاخضر بعصير الحامض قبل بساعة بنرجع بنقول يلي ما بحب النعناع فينا نستبدل بالحبق الاخضر حلو. يلي كمان بيطلع طيب كثير لكن احنا هلا عم نعمل الحامض ضفنا سو الكريم كلها على النار بدها تنعمل الكريم كلها على النار وبنحطها بالطاخت ما بيأثر اذا هي سخنه مش هيك بدها نشان لانه دغري كلهم سوا اوكي لكن ضفنا زبده ضفنا سكر هيدي وصفه اذا عندنا ناس اكيد
اطيب انه نشتغلها قبل بوقت لتسقع، لانه بدنا نقدمها مسقعه. ايه بارده بدها تكون. هون بدنا نقول للمشاهدين، بعرف قد ايه النسوان بيقولوا يي بيض فينا نخفف بيض، ايه فينا نخفف بيض، يعني فينا نشتغل صفار بيضاء وبيضة كاملة أو اثنين صفار بيض. اوكي. هو البيض يلي بده يشد وصفتنا تينا. فوالا مثل ما هون عم بشوفوا. لكن ضفنا الزبدة، سكر. سكر والبيض. على طول على نار. بدنا نضيف شوية من هون. منزيد بزيد لك حامض؟ ولا أكيد مش هالقد. ما نعم هون رح تشد بتصير مثل الكريمة. تشد بتصير مثل الكاستر. نرجع منكفي البيض، لكن ضفنا الزبدة، سكر، بيض، العصير. رجعنا ضفنا بيض، نحن عم نحرك أكيد. وهون بدنا نقول للمشاهدين ما تخافوا، ما حتحسوا بطعمة البيض أبدا. وبنرجع بنختم ببرش الحمض. هلا اول ما تغلي او تشتد بدنا نتركها شوي على جنب لتسقع، لانه من المستحسن انه نحطها شوي شديده ومسقعه على التارت. بدنا نشتغل بالكينوا يلي خبرتك تحت الهواء. سو هن في دو تارت اليوم، نفس العجينه. نفس العجينه، عملنا كريم وسيترون وعملنا الكينوا يلي كمان حنحكي عنه. بس هي اول ما تشد وصفتنا، ما بدي انسى، بدي اختم ببرش الحامض يلي بده يعطي نكهه طيبه. ولا هيدي وصفه طيبه كثير. هون دغري لازم نحطهم بال على العجينه مش هيك قبل ما يبرد المزيج؟ نسكبهم دغري؟ ايه بس بدنا نتركهم شوي ليشتدوا. اوكي. مش هن كثير سخنين اكيد. خلينا نخفف شوي. نضيف شوي من برش الحامض. خلينا نتركها على نار خفيفه دقيقتين تينا، ننتقل لنعمل الكينوا. فوالا مثل ما هون عم بتشوفي بلشت تشتغل، لانه البيض بده يشد وصفتنا. هلا هون بدي اقول كمان يلي ما عم باله يشتغل بالبيض، في يستبدل بالنشا. يعني فينا اليوم ما عم بالي حط بيض، فينا اشتغل بالزبده. بالسكر، بعصير الحامض بالاضافه لبرش الحامض. واستبدل البيض بالنشا مثل ما هون عم بتشوفي. خلينا نتركها دقيقتين على نار خفيفه وننتقل للكينوا. بعرف انه في كثير بده يقولوا ايه كينوا مع حلو. بس اليوم بدي اقول انه الكينوا فينا نشتغلها سكري مثل ما فينا نشتغلها سالي. يعني انا اطيب جاتو بعمله هو الجاتو على كينوا يلي سبق وعملناه من فتره، وان شاء الله حنرجع نعمله. نعمل كينوا مع سلاد دو فري يلي كمان طيبه كثير، او كيك على كينوا. اليوم هيك حبينا نشتغل بالكينوا، مثل ما كل مره بنقول حبينا نشتغل بالكينوا الاحمر. يعني الكينوا بنلاقيه بحيلا سوبر ماركت، بدنا نطفي طفيه كليا. وي فوالا، بنلاقيها بحيلا سوبر ماركت، بدنا نسلقها بزيت طريقه الرز. يعني كل كبايه من الكينوا بدها كوب ونص، يعني اذا فينا اكثر شوي ما بياثر من المي. يعني بطنجره على نار بدنا نوضع كوب ونص من المي، مع ما بدنا نضيف ملح ابدا. وبدنا نسلق الكينوا بهيدي الطريقه. طلع لنا هون كينوا فريز كرامبري عصير وعسل. حلو. لكن جبنا الكينوا ضفنا شوية، فينا نحرك شوية المزيج تينا اذا شيء. مثل ما هون عم بتشوفوا ضفنا شوية من العسل، ضفنا شوية من عصير حامض. وهون بدي اقول للمشاهدين اليوم تينا هيدي وصفة ما عبالنا نشتغلها، يعني اليوم ما عبالي اوضعها بتارت، فينا اشتغلها كسلاد دو فري بتطلع طيبة كثير. لكن كينوا شوية عسل عصير بردان. عصير بردان فوالا. بدنا نرجع نضيف الفريز.
وبدنا نرجع نضيف الكرامبري. هون فينا نضيف الزبيب، الجوز، التوت، حي لا شيء نحن بنحبه. فوالا، خلينا نبلش نحشي بهي، نرجع نحشي. فوالا فينا نضيف شوية من برش البرتقال، شوية من برش الحامض، فينا نزيد العسل، فينا نخفف العسل. هون فينا نحط الفواكه يلي منحبها، يعني اليوم حبينا الفريز، بس يلي ما بحب الفريز في يشتغل بغير شيء، بغير شيء. لك خلينا نبلش نعبي مثل ما هون عم نشوف. وكمان هيدي بدنا نسقعها من بعد. وي افضل تكون بارده من البراد. فوالا حلو. نحن رح نكفي الشغل تحت الهوا دلال، وبنرجع من بعدها تنشوف البرزنتيشن. رجعنا لكينا على واتس كوكينج، وهيدي النتيجة الحلوة من بعد ما دلال حضرت نوعين من التات، أول واحد بالحامض والثاني بالكينوا والفواكه، كثير حلوين طلعوا. صح حلوين، إيه بعدين كثير طيبين. بس هون نرجع بنذكر سريعا سينا، نحن اليوم اشتغلنا بالكينوا مع العسل وضفنا الجو دورانج، أو فينا نشتغل بالسيرو ديرابل، مززنا كل المقادير سوا، ضفنا الفريز الكرامبري حيلا شيء نحن بنحبه، حلو، وحشينا التارت المخبوزة خبزة كاملة. اما بالنسبه للكريم دو سيترون اشتغلناها، ضفناه لنعنع، ومثل ما هون شفتي عملنا سيترون، يعني جبنا حامض قشرناهم وعملناهم كراميليزي على نار، زينا فيهم، ومثل ما هون عم نشوف حطينا نعنع على شجره نعنع. وهون بدي اقول كمان انه من بعد ما نعمل الكريم او سيترون فينا كمان نوضع شوكولا، يعني فينا نضيف نضيف كمان ليش حتى لا شوكولا او اذا الواحد بيحب شوكولا. هلا ديجا العجينه فيها شوكولا، فبيبقى انه ندخلها بقلبها او مادو كوكو، يعني هيدا كثير حلوين. فيري نايس، ثانك يو دلال، افكار مهضومه وسريعه وطيبه اكيد.